أعزائي المشاهدين، أهلا بكم. النهاردة معانا في حلقة جديدة من كريزي تاكسي، وحلقة حساسة جدا لأن فيها ميس أندرستاندينج بين سواق التاكسي ومراته. كنت سهران فين امبارح وانا بكلمك على الواتساب وبعت لك صورتين. بعت لي صورتين؟ اه. بقى بسمتك يعني انت كنت في البيت مع الوليه؟ في البيت ايه؟ ما تقعديش تشغلي بالك بالوليه الحوار. كل مره الحوار انت بتقعدي تعملي حوارات وكلمات. انا برضك اللي بعمل حوارات. خلاص بقى انسى موضوع الوليه ده. ماشي. شهاتنا بقى ونبحث عن ذاتنا بقى. انت وحشتني. انت قلت صوتك ما بتقفش. فيها ايه يعني؟ ما يسمع. انا بالك من الزبون ولا ايه؟ الزبون؟ على نفسك. مجهز لك بقى مفاجأة في العيد عالمية. بجد؟ هتوديني فين؟ هنروح دهب ان شاء الله. انا نفسي اروح شرم الشيخ ودهب. قولي دهب تقولي بقى بس في ايه دهب؟ ايوه روح ده. دهب سكه وشرم الشيخ سكه. دهب دي في اسكندريه. صدق كنت فاكره في شرم الشيخ. راجل عصبي يعني. هتخليني البس المايو كده وانزل زي البنات الاجانب كده ونخربها في البحر؟ مايو ليه وانت الشنب ده على حموده؟ فيها ايه؟ طب والاجانب بيعملوا كده مع مراتاتهم وبينزلوا؟ الاجانب بقى والاجانب بقى لحم تخين بقى، احنا مالنا بقى؟ معلش يا باشا يعني مصدعينك بقى. مصدعينك. الله يبارك لك، ألفت لك شهر ابن نجينا. يا لهوي سمعني. سمعني. بحب الكلمة ناسيها، بعيش قربك معانيها، بلحنها وأغنيها، أنا أغني. يا لهوي لو تطلع في التلفزيون كده ويشوفوك ده أنت هتخرب الدنيا والله. والله العظيم ثلاثة ده كرم من ربنا عليها. هيحصل كله بالصبر. بلا تاكسي بلا قرف. ليه يعني؟ تاكسي أنا نشأ أنا برضه. بس انت لما يعني. لما تبقى مشهور كده والناس يعني انا لما ابقى مشهور ما انت هتطلعي عيني برضو هتعمل لي حوارات والبنات بقى والدنيا ولا ده انا معاك الحلوه على موت انا وعيد السنه دي مش كفايه مستحمله مراتك يا اخي انت الضحيه دي ما تعوضي ايه هو ماله المهم بعد ما تنزله هنروح على فين يا نهار اسود ايه بقول لك ايه ايه هدى 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 ايه اللي جابها هنا؟ هدى مين؟ هدى مراتي. بقول لك يا باشا 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 انا اسف معلش يا باشا انا عارف حاطط طلب كتير بس انا اسف معلش هتقعد جنبك بس كانها خطيبتك كلها بقى عشان مراتي اقعد جنب مين؟ معلش معلش عديها بقى عديها لقاء ما ينفعش عديها انا اسف انا اسف عشان خاطري عشان خاطري معلش يعني انت شايف كده؟ معلش انا اسف طب اقول لك على حاجه انا هطلع جدع معاك ماشي؟ انت طول عمرك جدع اقسم بالله بس بعد الموقف ده ولا عايز اعرفك ولا عايز اشوفك وامسح رقمي من عندك ستي بس عشان خاطر وهوريك جدعنتي طب نتكلم في ده بعدين خلاص ماشي يا حبيبي نتكلم في ده بعدين نتكلم بعدين افتح لي الباب ده بس معلش يا باشا خد جنبك انا اسف انا اسف يا باشا انا عارف ان طلب دخل معلش بالله عليك بالله عليك ما تزعل مني بالله عليك ما تزعل مني معلش يا باشا انا مؤاخذة ايه يا حبيبي هي فين؟ هي مين؟ اتكلم انت مين اللي هي فين؟ صاحبتك اللي كانت معاك ايه يا بت في ايه يا بت عيب مفيش صاحبات في ايه؟ صاحبك يا اخويا كلموني وقالوا لي ان هي معاك دلوقتي معايا معايا ايه بس عشان معايا زباين ما تحترمي نفسك انا مالي مال الزباين يا اخويا خلاص بقى عندنا بيت يلمنا بقى يا هدى امي ماشي انا هعرفك البيت ده هيحصل فيك ايه ما تهدى يا هدى بقى ماشي اهدى بتعرف واحدة عليا يا عيرة الرجالة خلاص عيني خلاص طب عيني بقى عيني في عينيك انت ما تتكلمش معايا خالص انا واحد من القريب واحد من القريب اهدي بقى اهدي بقى مالكش دعوه مش عايزه تتكلم انت يا حبيبتي جوزك خلاص يا بس بس خليك معايا بس خليك معايا خالص بس معلش خليك هنا بقى خليك هنا معايا بقى ايدك ما تتمشيش عليا خالص طب اهدي بقى اهدي طب عشان الناس عيب يعني عندنا كتير من عيب والله انت خليت فيها عيب ولا جينا عشان خاطري ماشي يا عيبة الرجاله طب عشان خاطري عيب ماشي يا الله الله ترى ايه يا راجل انت بتقعد عدل في ايه في ايه ده ايه القرف ده في ايه يا عم مالك ومالك؟ هو ايه اللي بيحصل يا جدعان في ايه؟ انت مش عارف في ايه؟ لا 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 مالك يا جدع انت في ايه؟ مفيش ما تحترم نفسك يا عم احترم نفسك انت مالك يا اخويا استني بس استني لا ما ينفعش ما هو الشنب ده مش مالي عين ولا ايه؟ طلع لك شنب يا اخويا وبتعرف واحده عليا يا عم اتعد لي يا بت بقى بت انا عمك بت اتعد لي عايز اسمع صوتك اتعد لي بقول لي ما تقوليش اتعد لي انا مش شغاله عندك
لا ده انت زودتها قوي بقى. الله 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 الله. لو انت مش حاسس في ايه، مش شايف انت ايدك بتسرح فين ولا ايه؟ بتسرح. ثواني بقى، ثواني كده معلش يا صاحبي، ثواني لا مؤاخذه، عشان انت شكلك ايه؟ انت شكلك كده مش مظبوط، وعايز حد يظبطك. انت شكلك مظبوط يا عم، انت وهي وهي. مالك ومالك؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت بقى دلوقتي ايه ده يا عدنان؟ نحن في العربيه ولا ايه؟ وهي علامتها تقول لي ايه يا عم؟ انت في ايه يا عم؟ مالك كده؟ مالكش دعوه بيا انت، مالك بس مالك خليك فيك وعلي بس 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 انت شكلك كده مش مظبوط. خليك معايا، مالكش دعوه بيهم. طب اخلصي دلوقتي، اخلصي بقول لك يا بنت، بنت اخلصي مع بعض. شكلكم طبخين يا عم. قلت لك اطلع الاول اسم يا عم. بص قلت لك يا عم، خلينا هيك يا عم. ولا ولا الزبت يا عم. الله الله الله. على انت بقول لك ايه؟ ليه؟ مش هتعاصي يا عم. بقول لك ايه؟ لا حرام بقى يا عم. بقول لك ايه؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ اطلع على اسم يا عم. بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ بس أعزائي المشاهدين، النهارده حلقة جديدة وهي حلقة النبطش. الجو حر نور. مفيش مناديل عندك هنا في العربية؟ لا والله لا خالص للأسف. ده اسمه كلام؟ نعمل إيه يا باشا؟ العربية حلوة زي دي كده، مفيش مناديل. حبيبي يا باشا وصباح الجمال، اسمك الكريم إيه؟ اسمه ميسرة. ميسرة؟ بسم الله ما شاء الله. منور الدنيا يا عم ميسرة. عم ميسور دي امبلهين بقى. يلا ده ايه اللي فيه ده؟ امبلهين. حلو، اهلا. الصلاه على النبي يا عم ميسور. ده انت في الدماغ عاليه قوي. ارفع الشعاله. طب بقول لك، والسيزان سلام حضور واستقبال للاستاذ ميسور. ايوه الاستاذ ميسور واحد. ايوه الاستاذ ميسور اثنين. تمام الاستاذ ميسور الجامد. ده لوحدك ولا انت شغال؟ الاستاذ ميسور. ادوس على الزرار ميسور. افصلك من ايه؟ ميسور ميسور ميقيح. الاستاذ ميسرة منور وحضر ونور وقال سيادة فرحنا باسم الصحبة الطيبة. أيوة. باسم الجامع السعيد كله. من حبنا حبنا ياسر بتاعنا متاعه. من كرينا كرينا احنا معانا اجتماع. وتالا لا 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 لا. امسك الطارة بس يا باشا. ما انا ماسك الطارة. انت قلقان من ايه؟ ده احنا مش قلقان من حاجة، ما بقلقش انا. بنحتفل اقسم بالله. شغل حاجة بقى. شغل حاجة؟ انا هشغل لك احلى حاجة في الدنيا يا باشا. حبيبي عد يا باشا، اركب يا باشا، اركب هتعرف حالنا. باشا احلى مسا، احلى مسا، احلى مسا عليك يا باشا. واحنا معانا اي حد، احنا معانا الاستاذ ميسرة. يا صباح الهنا والسرور. صباح الهنا. ارفع الشعارة طبالة والسيزان سلام حضور استقبالنا. والاستاذ ميسرة يلا واحد مالوش تاني. العدد تلاتة. الصحبة المربعة. خمسة. وش العادة. ستة. ستك عارعة. سبعة. اللي بعد الستة. ثمانية. اللي بعد منهم. تسعة. الخير. عشرة. العشرة الطيبة. ولا يا ولا يا عرباوي. باشا 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 النقطة باشا ما تكسبهاش. نقطة يلا يا بنت. هز يا بنت. يلا يا بنت. ايوه يا بنت. انا لو هنقط لو هنقط عشان المزة دي. وماله باشا. بس يا باشا ده احنا كلنا تحت امرك. تكن تكن تكن. وتقعدوا بقى. وتقعدوا بقى. وتقعدوا بقى.
ودي عشان السكوت يا سلام على النبي ودي عشان التكسات ادعى 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 باشا 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 الطلاق جرب يا باشا جرب يا باشا جرب جرب يا باشا جرب اتهور اتهور عشان خاطرك يا باشا اتهور الله يبارك لك جرب الله يبارك اقسم بالله على الحال اهو 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 قول وريهم العند فيهم هي هتبقى ايه مهرجان النهارده قول يا باشا قول وريهم بالعيد فيهم ما تنقطني يلا ايه ده ايه ده يلا الله الله يا باشا اهز معايا بسرعه يلا الحلاوه دي الحلاوه دي اقسم بالله مش شربين بيك يا باشا مش شربين بيك يا باشا دلع الزبون دلع الزبون ابو ميسره ده بتاع الفول والطعميه يا ابو ميسره اه وسع جدع يا جدع وسع بنحبك يا ابو ميسره يا غالي الله 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 يا حبيبي رحابي طبعه رحابي طبعه رحابي طبعه يا باشا يا جدع انت جدع منك ليه في ايه يا باشا يا جدع انت جدع اللي انتوا بتعملوه ده يا عم بنحتفل بيك مالك بتحتفلوا ايه اوعى ايدك طب روق على حالك اديني الكاش ده بس كارت ايه بس الفلوس خلاص كده كفايه فلوس ماشي يا عم وبعدين انت ما وصلتنيش اتبسطت اتبسطت وزفناك والدنيا حلوه يعني ايه اتبسطت الناس دي ناس وجريه هو القعده معانا وحشه ولا ايه جبت عرق باشا انا جبت عرق باشا الناس دي وجريه جبت عرق باشا يا جبت عرق باشا جابوا منين اوريك العرق باشا جابوا منين وشه يا باشا فين تاني وشه يا باشا فين تاني ظهره يا باشا ركز معايا باشا ركز بقى يا باشا خلاص مش خلصنا يا باشا عايزين 50 جنيه كمان زفيت والدنيا حلوه انزل يا انزل يلا انزل يا دي اوعى ايدك يا اوعى ايدك دي شويه انت انت انزل واحنا هنجري انا مش نازل مش نازل بس خلاص طب روق انزل يا افتح العربيه يلا افتح العربيه يا ده انا هدش لكم لا ما تدشملش تدشملش بقول لك ايه افتح افتح لهم الباب اجري اجري سنه يا باشا افتح لهم الباب طب خلاص خلاص انا مش مش هجري مش هجري بص انا معاك على الحرام ما يسيب حد فيك خلاص خلاص انت عايز فاهم ازاي ولا اي اوعى لا مش انا اوعى يا اسود انزل يا بنت انزل لا انت لا انزل انزل ورا بوش لا 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 مش هنقدر انزل انزل سيب البنت خلاص خلاص انا بنصور بنهزر بنهزر اقسم بالله مش هقدر اكمل انت هتبدا تفرمني الفلوس بقى ظروفها يا عم الفلوس هتاخدها والموزه هتسيبها وبعد كده خلاص بقى ما طلعت موزه بلاستيك لا يا عم مفيش الكلام ده نزيع اعزائي المشاهدين ودلوقتي احنا في نفس الحلقه وداخلين على الضحيه الثالثه في حلقه الدكتور او الانف معلش حضرتك رايح فين هرم 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 احسن ناس طبعا يا فندم هم اهل الهرم واقل نسبه فيروسات حضرتك نورتنا وشرفتنا يا فندم في الارستقراطيك تاكسي او تاكسي العاصمه او تاكسي الطبي التاكسي الطبي عندنا يا فندم في عندنا بروجرام نازل بيه التاكسي ان اي عميل بيركب معانا اهم حاجه عندنا هو ارضائه ارضاء العميل شرب الجنزبيل شد الفتيل حضرتك شديت فتيل قبل كده بمعنى انا هشرح لحضرتك بشكل مستفيض ان حضرتك في عندنا مجموعه تحاليل حضرتك بتعملها معانا لان احنا بننتقي عملائنا في عندنا الليفل الاول من التحليل هو تحليل البول والبراز ودي بتبقى عينات بسيطه جدا لحضرتك حضرتك ممكن بدون اي تعب واي جهد بدي حضرتك البتاع دي حضرتك بتتبول فيها وانا مش ببص يا فندم دي صحه حضرتك صحه حضرتك في دلوقتي
طب اكمل حك البروجرام. احنا عندنا اول حاجه الليفل ده لو حضرتك عديته بنخش بعد كده على الليفل فيروسات الدم وعلى فيروس A و B و C و D و E H I G K L M N O P U V R S Q B L B S Y Z. مش فاهم حاجه من اللي انت بتقوله. ايه تحليلات وبتاع؟ حضرتك اول مره تركب معايا. حضرتك من الغلابه. احنا بنركب معانا الارستقراطيك. الحمد لله والشكر لله. حبيبي ربنا يزيدك. مش ده الاصل، بس انا بفضل ديمقراطي مع حضرتك لحد ما يجي وقت التحليل في العربيه. لو انت حضرتك ما بقتش معايا ديمقراطي انا بصبح ديكتاتور وبيركب فرج زي ما حضرتك شفت، وبيبدا يا فندم بقى فرج مع حضرتك يوري حضرتك طريقه عمل التحاليل وبتعملها رغم انفك. نور الدنيا. احنا هنحط دي فتحه الشرطه. انتوا بتهزروا ولا ايه؟ لا يا فندم احنا مش بنهزر. انت ما تقلقش على نفسك خالص. الموضوع زي شكه الدبوس. حضرتك مش الدبوس ايه وبتاع ايه اللي انت بتعمله ده يا عم؟ ولا بقول لك يا فندم، بقول لك يا باشا بعدين نزلني. اثبت يا عم اللي انت بتعمله ده. انت تعبان ولا لا؟ انتوا تعبانين ولا ايه؟ انتوا مالكم في ايه؟ احنا خايفين عليك تكون انت تعبان. وشك تعبان ايه يا عم؟ وش اصفر؟ ثانية واحدة يا فندم. ايه وعينيه حمرا ايه؟ هل تعلم ان انت ممكن يبقى عندك فيروس مثلا اللي بينيه فيروس ايه؟ فيروس ايه حضرتك اللي عندي؟ فيروس ايه؟ في مجموعة فيروسات منتشرة في البلد. يا عم فيروس انت مش عارف مصلحتك. مفيش نزول يا عم. اوعى كده ايدك. اوعى البتاع ده بعده عني. مفيش نزول. فتحة الشرج ايه وبتاع ايه؟ لحظة واحدة. حط ده في بقك. بقى ايه يا عم؟ انتوا تعبانين ولا ايه؟ درجة الحرارة. درجة حرارتك. بس كده بعد اذنك نزلني. بعد اذنك نزلني. مفيش نزول. مفيش نزول. احنا خايفين عليك اكتر. خايفين عليك. انتوا تعبانين ولا ايه؟ انت اللي تعبان يا عم. اشفر ايه؟ عينيك محوله. بقول لك عينيك محوله. عينيك محوله تاني. يبقى عندك قلبيه جوه. عنده فيروس قلبيه جوه. قلبيه جوه ايه وبتاع ايدك بس؟ شعرك بيقع. عندك شعر بيقع. عندك ترسه. عندك ترسه. عندك ترسه. ترسه؟ عندك ترسه في شعرك. انتوا تعبانين ولا ايه؟ انت اللي تعبان. خايفين عليك. انتوا تعبانين؟ ليه انا مش تعبان؟ وشك بدا يطلع العروق فيا. يا عم بقول لك ايه؟ يطلع العروق. فرج. ايوه. بشك عليه. بشك عليه. عاو عاو عاو. انت تعبان ولا ايه؟ ده كان تعبان. ده كان تعبان. يا عم تعبان ايه؟ هو عارف ايدك كده. هو ايدك كده. لازم نخرج الفيروسات. يا عم بقول لك ايه؟ بقول الفيروسات بلا بتاعك. ايدك بس. ايدك دي اللي هتلو الشرب. ايدك دي اللي هتلو الشرب. عندك فيروسات اللي بيني هرم وطلبيها جوه. طلبيها جوه ايه تاني؟ اللي بيني هرم. حط في بقك ده خلاص. يا عم ما انا هحط ده بقي. ايه بقى احط ده؟ شويه ايه ده؟ شويه ايه ده؟ شويه اديله. انتوا تعبانين ولا ايه يا عم؟ اديله الحقنه بسرعه. ارجوك محتاج الجرعه. اديله الحقنه. انتوا مجانين. ارجوك محتاج الجرعه. فيني هرم. هرم ايه يا عم؟ فيني هرم وطلبيه جوه. بقول لك ايه؟ قلت لك ايدك تديني الاكل والشرب. اه بس كده يا عم. انتوا تعبانين. تعبانين والله. فيروسات ايه يا عم؟ ده منك يا عم الشغل ده. انتوا اللي تعبانين والله. تعبانين والله. هو بس يا عم. يا عم طلع الفيروس من يا عم. الفيروس ايه يا عم؟ الله يبارك لك. انت هو فتحت الشرف يا عم. الله يبارك لك. عشان ايه؟ طب خلاص خلاص. ايه ده حضرتك؟ ايه ده حضرتك؟ ايه ده؟ ايه ده حضرتك خالص؟ احنا كنا بنهزر معاك. ينفع نذيع؟ نذيع يا باشا.